ارحب بحضراتكم من جديد. واحد من نجوم الكره المصريه المحترفين في الدوري الاماراتي، لاعب في النادي الاهلي، ولكن تجربه الاحتراف بالنسبه له كانت مهمه جدا، لكن يا ترى مكمل ولا راجع؟ ده اللي احنا هنساله من خلال تواجده معانا كابتن عمرو رضا، لاعب نادي الشارقه الاماراتي. عمرو، برحب بيك. حبيبي يا كابتن عمرو، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله بخير. السلام. الله يسلمك يا كابتن عمرو. اكيد طبعا هتكلم معاك عن النادي الاهلي، لكن عايز اتكلم معاك عن الامارات. يعني الدوري اكيد قوي، الدوري في تقدم كل سنه. كلمني عن الدوري الاماراتي، كلمني عن تجربتك في نادي الشارقه، وزي ما احنا اتكلمنا ودردشنا قبل الهوا، انت اصغر لاعب موجود في نادي الشارقه في الفريق الاول، بالرغم من امكانيات لعيبه محترفه، لكن بسم الله ما شاء الله موجود ومحافظ على مكانك، لكن هكلمك في اللي جاي بس بعد ما نخلص ده. حلو يا كابتن عمر، طبعا سعيد ان انا موجود النهارده مع حضرتك. طبعا في البدايه، هناك الدوري الاماراتي يعتبر من اقوى الدوريات الموجوده على الساحه حاليا. هناك التطور يعني بشكل ملحوظ دايم، هناك يعني في تطور كبير في الدوري الاماراتي، فده يجعل الواحد اسم كويس هناك ان هو يقدر يلعب في فريق زي الشارقه الاماراتي والنادي اللي واخد الدوري هناك، فدي حاجه كويسه يعني في صالحي ان انا اقدر اشارك هناك يعني الحمد لله. عمرو، انت عقدك انتهى الموسم ده وعندك فرصتين، يا اما تكمل مره ثانيه يا اما ترجع مصر، بس انا عارف ان انت ميال انك تكون موجود في الدوري المصري. هل بسبب ان انت صغير في السن فعايز تشارك وعايز تلعب وعايز تبني لنفسك مستقبل وعايز تلعب منتخب مصر، ولا انت بتفكر بس في التواجد في الامارات وان انت تبقى موجود في نادي الشارقه وتشارك ما تشاركش مش فارقه معاك؟ لا، الفكره طبعا مش في كده، وطبعا نادي الشارقه نادي كبير واي حد يتمنى يكون موجود في نادي الشارقه، لكن الواحد بيبحث ان انا نفسي اشارك في المنتخب الاولمبي، لان هناك الدوري ما اعتقدش ان في حد بيتابع هناك او بيشوف، لان في لعيبه كتير اتجنست هناك. في هناك تعرض عليك التجنيس؟ اتكلموا معايا في التجنيس وانا في نادي الوحده، في مدرب المنتخب الاولمبي رفضت. عرض عليا الموضوع، كان في ماتش الوصل، جبت جول الماتش دوت وكان هدف المكسب، فبعد الماتش كان المساعد بتاع الكوتش هناك كلمني وقال لي انت من ضمن الخطط اللي قدامنا واشتغل على نفسك وان شاء الله تبقى موجود معانا يعني. لكن انت رفضت تمسك منتخب مصر؟ انا نفسي اكون موجود في مصر، نفسي العب في مصر يعني. اكيد طبعا انا عارف الاحساس لما بيكون في ضغط، لكن انت موضوع منتخب مصر الاولمبي ده بالنسبه لك هدف. كابتن شوقي تواصل معاك؟ هل في تواصل تم من خلال الجهاز الفني حتى لو مش من خلال الكابتن شوقي؟ لا، ما حصلش تواصل معايا من خلال المنتخب الاولمبي خالص يعني. لكن الواحد فكر برضه في موضوع مصر بسبب كده يعني، انك هنا الدوري المصري مركزين بشكل اكبر من الدوري الاماراتي. انت 97؟ لا، 99. 99 بسم الله ما شاء الله. 99. فانا قررت ان انا اكون موجود في مصر بحيث ان انا الدوري متشاف عن الدوري الاماراتي شويه. اي نعم، هناك الدوري كبير ودوري كويس جدا، والفرصه هناك مع لعيبه كويسين زي المحترفين الاسماء الكبيره اللي موجوده هناك. فطبعا انا ما فكرتش في كل ده، انا نفسي ان انا اكون متواجد في المنتخب يعني، فانا بسعى لده بشكل دايم يعني. عمرو، انت بسم الله ما شاء الله، قبل الهوا شفتك بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، يعني بنيان قوي بسم الله ما شاء الله، يعني لعيب كره قدم فعلا يعني. ولكن ازاي مشيت من الاهلي؟ الاهلي ما كانش في فرصه انك تبقى موجود في النادي الاهلي، ولا انت طموحك دايما في العالي؟ انت يعني طموحك دايما عايز تلعب وعايز تشارك، وان انت لاعب عندك 21 سنه، انت اصغر من عمر المنتخب الاولمبي بسنتين. تمام. فانت بتتكلم في حاجه بسم الله ما شاء الله بريفيليج او حاجه ايجابيه كويسه جدا بالنسبه لك. النادي الاهلي مشوارك كان فيه عامل ازاي؟ طبعا انا قضيت في النادي الاهلي 3 مواسم. من كام؟ من عمر كام؟ من وانا عندي 16 سنه. تمام. لحد 16 17 18 قضيتهم في النادي الاهلي. فبعد كده ما حسيتش ان فرصه الفريق الاول هتبقى موجوده، لان النادي الاهلي. طب ايه المراكز اللي بتلعب فيها؟ بلعب وينج رايت وبلعب سترايكر. وينج رايت وسترايكر. مركزي الاساسي وينج رايت، بس بلعب الحمد لله سترايكر هناك يعني، في الشارع كانوا بيوظفوني سترايكر بشكل اكبر يعني. فانا ما حسيتش ان انا هكون موجود، فطبعا كان لازم ابحث ان انا اكون متواجد، فكان قدامي عروض من الامارات، كان من نادي الظفره وكان من نادي الوحده احد انديه ابو ظبي يعني. ففي البدايه انا رفضت عرض نادي الظفره عشان انا كنت حابب اكمل في النادي. لما اتكلموا معايا كابتن زيزو، قعدت مع كابتن زيزو طلب ان انا اوقع في النادي، وقعدت في النادي وكملت معاهم وقعدت الفتره ديت لحد ما الامور ما بنتش زي ما قالوا لي، الكلام اللي اتفقنا عليه ما حصلش. طب ممكن تحكي لي كده الواقع كلها، ايه اللي حصل بالظبط وانت العقود والقعده والكلام والاتفاق، عشان بس نوضح للساده المشاهدين. في البدايه حصل تواصل بيني وبين احد مسؤولي نادي الظفر وطلب ان انا اجي اوقع على طول، فانا اتفقت معاه وقلت لهم انا ما عنديش مشكله ان انا اكون موجود معاكم، بس انا هستنى موافقه النادي. فقالوا لي انت لسه ما وقعتش عقد لاعب محترف في النادي الاهلي، فيحق لك ان انت تمشي. فقلت لهم حتى ولو انا لازم اخد موافقه النادي. فاخدت العقد اللي جاي. فاخدت العقد اللي جاي لي ورحت الدكتور عمر بن مجد وكان كابتن اكرامي في قطاع الناشئين. فرحت قعدت معاهم طبعا واتكلمت معاهم، فقالوا لي خلاص احنا هنحول موضوعك لكابتن زيزو، روح اقعد مع كابتن زيزو. تواصلنا انا وكابتن زيزو ورحت قعدت مع كابتن زيزو.
فرحت اتفقت مع كابتن زيزو، وكابتن زيزو قال لي هنديك كذا وهتاخد كذا وهتمضي كذا. فقلت له يا كابتن زيزو انا ما عنديش مشكله، رغم ان كان الراتب اللي هيجي لي في الاهلي كان راتب شهر اكتر من راتب ده، يعني الاهلي كان عوض عليا راتب ده في سنه، راتب شهر هناك في الامارات اكتر من راتب ده. يعني انت لو في الاهلي هتاخد 10 جنيه فانت في الشرق هتاخد، او في الامارات او في الظفر هتاخد 100,000 مثلا او 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 100. مش شرط 100,000 اه يعني انا بتكلم لو 10,000 هتاخد 100,000 يعني اضعاف يعني. راتبي هناك في الشهر اكتر من راتب الاهلي في سنه. ماشي. فقلت له ما عنديش مشكله يا كابتن زيزو، وقعت على بياض في النادي. ووقعت وبعد كده ما قالوا لي بعد كذا هتاخد المقدم بتاعك وهتاخد نسخه. ما حدش كلمني يعني، كلمتهم ما حدش اجابني بحاجه. فكلمتهم مره ثانيه برضه مفيش فايده. فقلت خلاص تمام انا اخلص الموسم عادي. فتواصلوا معايا ثاني نادي الظفر وتواصل معايا نادي الوحده. فقررت الانتقال لنادي الوحده من نهايه الموسم طبعا يعني. وعقدك في الاهلي؟ ما انا كلمت الناس فما حدش اجابني، فانا لقيت ان كان نزل العقد الاحمر الجديد اللي كان اتحاد الكوره معتمده بشكل جديد، وكنت انا ماضي على الاخضر. فبعض الوكلاء قال لي خلاص طالما انت ما مضيتش على الاحمر يعتبر الاخضر ده لاغي، فما حدش يقدر يعمل لك حاجه. فبالشكل ده انا مشيت يعني، ما العقد بتاعي ما كانش اتوسخ تقريبا ومشيت على طول على الامارات يعني. هل في لعيبه ثانيه في النادي الاهلي او في مصر عندهم نفس الـ مش عايز اقول معاناه يعني، هل نفس الفرصه اللي بيستنوها علشان يلعبوا في انديتهم ولكن انديتهم مش بتاخد بالها منهم او ممكن تكون مش مهتميه بقاعده الناشئين اللي موجوده؟ هي بتختلف من نادي لنادي حسب البلان بتاعه. انت وضعك ايه؟ انت وضعك شفت النادي الاهلي كان عامل ايه معاك؟ هل الاهلي كان مهتم ببعض اللعيبه؟ يعني انا عمار حمدي 99 مثلا وموجود دلوقتي في الجيش اعراء، بنتكلم على معظم اللعيبه دلوقتي، عربي بدري بدا يطلع 2001، عندك شادي رضوان لما كان موجود قبل كده. هل انت شايف الاهلي والزمالك بيحطوا في البلان بتاعهم او في الخطه بتاعتهم حته قاعده الناشئين؟ ما اعتقدش انها بتبقى موجوده في اديه القمه بشكل كبير، او مش بشكل دايم، في بعض الاوقات بتبقى موجوده على حسب، اعتقد على حسب البلان بتاع المدرب هو اللي بيكون مقرر. لكن في اغلب المدربين المتواجدين حاليا اعتقد ما بيعتمدوش على الناشئين بشكل اكبر، اعتقد بيكونوا حابين البطولات بشكل اكبر، فما بيستنى اللعيب الجاهز يعني، ما بيصبرش على اللعيب الناشئ يعني. انت دلوقتي بالنسبه لك عندك عروض في مصر؟ انا قدامي عروض في مصر. ايوه. بالنسبه لك هتحددها بناء على ايه؟ هل بناء على الفلوس ولا بناء على اللعب؟ لو على الفلوس كنت كملت في الامارات، كنت كملت في الامارات وما كنتش رجعت. تبدل معايا طيب؟ لا الفكره مش فكره فلوس ابدا يعني، انا قلت زي ما قلت لحضرتك ان انا رفضت عرض ما كانش يترفض من نادي الظفر وعشان خاطر النادي الاهلي والله. يعني ان انا زي ما قلت لحضرتك اهلاوي. وانت عمرو نادي الاهلي لو كلمك تاني ترحب؟ انا ما عنديش مشكله لو هرجع العب في الفريق الاول من غير فلوس هرجع. ما عنديش مشكله، الفكره مش فكره فلوس في الاول وفي الاخر، ما انا سبت الفلوس في الاول عشان النادي برضه، بس الفكره ان انا ما كنتش حاسس ان انا هكون موجود في الفريق الاول، فانا مش هيكون ليها لازم ان انا العب ناشئ وبعد كده مثلا النادي يقول لي شكرا، فدي اعتقد مش هيكون في صالحي بعد كده، هتضيع عليا وقت كتير. طب معلش اسالك سؤال، معلش انا عايز اساله لك. لو الاهلي قال لك تعالى شايف ان انت قادر تلعب على اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في ناحيه الوينج رايت او في راس الحربه، يعني خدني ايه يعني بالهداوه، الاهلي جايب عندك كهرباء، عندك طاهر محمد طاهر، عندك حسين الشحات، عندك محمد شريف، عندك لعيبه، انا بقول لك الناحيتين يعني، هل انت شايف ان انت لو موجود في الوقت الحالي هيكون تعرف يكون ليك دور وتعرف ان انت تادي، مش هقول لك احسن بس على نفس مستوى اللعيبه اللي موجوده، عشان كمان ماديا الاهلي شاريهم بفلوس كتير. تمام. الفكره في البدايه طبعا الواحد لما بيشتغل على نفسه يكون واثق من نفسه، فهو قادر يعمل اي حاجه. في كره القدم اعتقد ما بيبقاش فيها المعطيات ديت يعني. انت بتشتغل على نفسك وبتجتهد وبتعمل اللي عليك وبتقضي ربنا ان شاء الله يعني، اكون قادر اكون قد الثقه ديت يعني لو رحت النادي الاهلي. لو الزمالك كلمك تروح الزمالك، بما ان احنا في عصر احتراف زي ما انت شايف وكله عكس التوقعات؟ مع حسب العروض المتوفره، انا طبعا لاعب محترف اكيد هبص لكل العروض المتوفره قدامي. فاكيد لو نادي الزمالك نادي كبير طبعا على عيني وعلى راسي، واكيد لو قدامي انت عندك ميزه ان انت السنه الجايه تحت السن كمان في مصر، في 99. فانت تتأيد 99 لمده موسم وتلعب مع فريق اول. أيوة. اعتقد لو اي نادي من انديه القمه تعاقد معاك هي ميزه مهمه جدا ليهم. أيوة أكيد. لكن طبعاً. بالنسبه لاي نادي في بعد كده يعني امر عادي جدا. أيوة. طب بيراميدز لو كلمك، يعني بما ان انت بتلعب في الامارات وملاك نادي بيراميدز اماراتيين، وبالتالي الموضوع يعني في كونكشن او في اتصال، يعني هل بيراميدز ممكن تلعب فيه؟ ما عندكش مشكله انت كمان بالنسبه ان انت عايز تلاقي فرصتك ان انت تلعب منتخب اولمبي؟ طبعا ما انا زي ما قلت لحضرتك اكيد الواحد بينظر للعروض اللي قدامه على حسب فرصه المشاركه اولا يعني. ما حوار الجانب المادي دوت انا يعني مش بحطه من ضمن اولوياتي، فرصه المشاركه طبعا بتكون اهم يعني حاجه مهمه بالنسبه لي. فاعتقد لو في ان انا شايف ان انا ممكن اشارك وشايف ان انا الفرصه قدامي هتكون متوفره بشكل اكبر، ليه لا ممكن اروح.
طيب اتكلمت عن المنافسه في النادي الاهلي وقلت لي ان انا قادر بالجهد وبالعرق وبالكفاح وانا اتفق معاك جدا وبحيك على شجاعتك، لكن بالنسبه للمنتخب الاولمبي شايف ان المنتخب الاولمبي الموضوع اسهل من النادي الاهلي ولا اصعب من النادي الاهلي من حيث المنافسه؟ ده سؤال في ملعبك، فانت لعيب كوره وعارف مين اللي بيلعب مكانك ومذاكره كويس قوي، ففين المنافسه هتكون اصعب في المنتخب ولا في النادي الاهلي في حاله انك ان شاء الله تنضم لاحد يعني المنتخب او النادي؟ ما اعتقدش ان في فرق، انا شايف الاثنين هيكونوا نفس الليفل تقريبا يعني، خصوصا لعيبه المنتخب الاولمبي كلهم بيلعبوا فريق اول برضه دلوقتي يعني. فاعتقد برضه بعض اللاعبين الموجودين في المنتخب الاولمبي هم المتواجدين في النادي الاهلي، هم الموجودين في نادي الزمالك. فبرضه زي ما قلت لحضرتك الفكره في المجهود اللي بتبذله والشغل اللي بتشتغل على نفسك والواحد بيسعى دايما يعني. طيب الفرق ما بين الدوري المصري والدوري الاماراتي، انت لعبت في الدوري المصري ما لعبتش ممتاز صح؟ لا ما لعبتش ممتاز، لكن انت اكيد عارف وبتتفرج على الدوري المصري من صغرك. اكيد الدوري الاماراتي كنت موجود في ارض الملعب، ايه الفرق ما بين الدوريين يعني؟ ليه الدوري الاماراتي او ايه الفرق اللي بينه وبين الدوري المصري؟ انا بحس ان البلان هناك في الدوري الاماراتي من بدايه الموسم بيكون مرسوم ومحطوط بشكل كويس. يعني بحس ان هناك في تنظيم يعني، يمكن يفرق عن الدوري المصري شويه، ممكن الامكانيات هناك اعلى من الدوري المصري شويه، الفكره في كده. طيب هل كواليتي اللعيبه، هل انت مع ان انت تفتح عدد محترفين اكتر في الدوري المصري فانت تاخد بطوله اقوى لكن منتخب اضعف، ولا انت مع اللي بيحصل في الامارات تفتح عدد المحترفين فتاخد بطوله قويه بعدد اللعيبه اللي موجوده والمنتخب بقى يعني انت ونصيبك؟ لا انا زي الوضع الحالي، شايف ان الوضع الحالي مناسب يعني عشان المنتخب كمان يعني. يعني شايف الوضع الحالي هو الانسب يعني في الدوري المصري. طيب المصريين ليه دايما بيتفوقوا في الامارات؟ انا بتكلم على مستوى الاداره، على مستوى اللعيبه يعني، في اكثر من نموذج في الامارات، عندك الكابتن بدر الرجب من اول الناس اللي موجودين في الامارات، اتواصلت معاه او حصل ما بينكم تليفونات؟ هو صاحب والدي يعني، هو اللي اصلا اللي عرض على فكره النادي الاهلي لوالدي لما كنت في الامارات. هو اللي عرض فكره النادي الاهلي من البدايه على والدي. فبعدها رحت النادي الاهلي يعني، لكن الدوري الاماراتي الليفل بتاعه اتطور بشكل كبير يعني. الاول كنا احنا مثلا مفكرين ان الدوري المصري اصعب من الدوري الاماراتي، لكن اللاعبين الموجودين في الدوري الاماراتي دلوقتي زي ايجور زي اللعيبه ديت يعني، اعتقد ادت منافسه شرسه للدوري الاماراتي يعني، خلت فيه منافسه قويه هناك يعني، واضافت للدوري بشكل كبير يعني اللعيبه الاجانب الموجودين هناك، واعتقد هم يفرقوا عن اللاعبين الموجودين الاجانب في الدوري المصري يعني. كابتن ايمن الرمادي عامل انجازات كبيره جدا طبعا هناك. برضو تواصلت معاه؟ في تواصل مع كابتن ايمن يعني. مش بيحاول يضمك ليه الفتره اللي جايه او بيحاول؟ لا ما اعتقدش. الموضوع بيكون صعب، اللعيبه والترانسفير اللي موجود في الامارات صعب علشان خاطر كميه الفلوس اللي بتدفع في اللعيبه، فدايما بيبصوا على كواليتي معين من اللعيبه. ما بيركزوا. فهل انت بالنسبه لك الموضوع او بالنسبه لحد مصري بيكون طالع وبيبدا حياته بيكون الموضوع صعب فعلا؟ هو الموضوع صعب هناك، اصعب من مصر. انا بالنسبه ليا المشاركه هناك في الدوري الاماراتي اصعب من الدوري المصري، وان اصلا التعاقدات هناك بالنسبه لي اصعب من الدوري المصري كمان. بيدفعوا فلوس كتير قوي. ما اعرفش بقى. بيهتموا بايه؟ ايه اكثر حاجه ممكن تشد المسؤولين في الدوري الاماراتي ان هم يتعاقدوا مع لعيب؟ يعني ايه اكثر حاجه بيركزوا عليها؟ هل بيركزوا مثلا على الالتزام اللاعب جوه الملعب بره الملعب؟ هل بيركزوا على مهاره اللاعب؟ هل بيركزوا على اللعيب الشخصيه اللي ممكن يجيب لهم بطوله؟ اكيد في شويه صفات وسمات في اللاعب ممكن انت من خبرتك اللي انت عشت بيها شويه في الامارات تقول لي على الحاجات اللي ممكن يركزوا عليها. هما مش عايزين حد يعدي ويعمل وكل، هما عايزين حد يجيب اهداف حتى لو ما بيعرفش يلعب يعني، راجل فينش خلاص، هو ده اللي عايزينه هناك في الامارات. ده اعتقد الاولويه ليه هناك يعني، اللاعب الهداف. موضوع التجنيس شايفه عامل ازاي هناك؟ يمكن الفتره الاخيره الناس في الامارات بيحاولوا ان هم يصطادوا شويه لعيبه من الدوري المصري او من ناشئين الدوري المصري مواليد 2001 علشان يلعبوا المنتخب الامارات. شايف الموضوع ده يعني في ناس بتقبل، ولا الموضوع بالنسبه للعيبه اللي هي ما عندهاش فرص خالص ممكن تقبل، ولا الموضوع بشكله عامل ازاي؟ لا مش حكايه اللي ما عندوش فرصه او كده، طبعا هناك تجنيس هم بيركزوا عشان يبنوا منتخب كويس يعني، هم جنسوا على فكره لاعب مصري، بس هم اكيد بيجنسوا كل ناس في العالم. انا بتكلم بس انا بتكلم على مصر تحديدا. ايوه لا هم بيجنسوا انك جنسوا لعيبه مصريين هناك. طب ليه يعني ايه اللي بيخلي اللاعب المصري يتجنس؟ هل الفلوس، ولا هل هو مش لاقي فرصه في انه يلعب منتخب هنا فيلعب أكيد هناك؟ هي فرصه يعني، الفكره برضو مش بتبقى في بدايه في الفلوس، هي بتبقى في المشاركه يعني، الواحد لما بيشارك اكيد الفلوس هتيجي بعد كده، فهناك المشاركه اعتقد يعني الواحد لما بيروح هناك بيشارك رغم ان المستوى صعب. بتحس بطعم انك تلعب لمنتخب غير بلدك كده اللي انت عشت فيها؟ لا. وان انت يعني اكلت الاكل بتاعها يعني، حتى لو انت مش بتلعب انا يعني انا ما اعرفش. لا انا ان انا اقول نشيد وطني غير نشيد منتخب مصر. ما هي الفكره طبعا في كده، بس لو واحد مثلا في نفس الموقف دوت ومنتخب مصر ما عرضش عليه او مش قدامه فرصه في نادي في مصر. لا لو المنتخب ما قال لي حتى اقعد احتياطي.
انا ما اقدرش ابقى واقف والنشيد الوطني مثلا مع احترامي الكامل لكل الشعب الامارات وكل الدول، ما اقدرش ان انا مثلا نشيد الامارات بيتقال وانا واقف بمثل منتخب الامارات وانا مصري واقول نشيد المنتخب الامارات، لكن هم شعب على دماغنا واخواتنا وحبايبنا والله العظيم ليهم كل الاحترام والتقدير، عشان بس ما حدش يفهم غلط وبتكلم العكس صحيح. يعني ما اعتقدش ان لاعب بالنسبه لاعب اماراتي لو جنسته لمصر ممكن يقول النشيد الوطني المصري، يعني انت عارف هي بيبقى في الدم فعلا. ايوه فعلا. فالموضوع فعلا بتحس بيه كده ولا انا اللي عندي هرمونات حب زياده شويه للمنتخب؟ اكيد انا لما بسافر الامارات يعني كل شويه لازم ارجع مصر، كل شويه ارجع عندك في الامارات ساعتين ثلاث ساعات زي ما بتبقى هنا. انا جيت انزل والدي ووالدتي رافضين رفضا تام، لا مش هتنزل. وانا قلت لهم والله اكيد لازم. خايفين عليك عشان الكورونا، عشان خايفين. ايوه انا قلت لهم لا انا ما اقدرش، لازم انزل، لازم كل سنه اكون موجود، لازم كل سنه اكون موجود في مصر، يعني ما اقدرش اضيع فرصه ان انا ما اكونش موجود في مصر. ديت تحلم ان انت تحترف في اوروبا؟ اكيد طبعا اكيد. عايز تلعب في الدوري الايه؟ انا بحب الدوري الاسباني. اسباني؟ عشان مدريد. بتلاقي نفسك فيه صح؟ مدريد. مفيش بقى ضغوطات، مفيش حلق، مفيش الكلام ده كله، الدوري الانجليزي هو اللي كله ماسك كله صحة. ايوه كله صحة. الدوري الانجليزي والالماني والايطالي صعبين جدا في موضوع الوينجر او موضوع راس الحربة. والديفنس هناك صعب برضه. موضوع الاسباني بتستلم براحتك بقى ايوه ايزي شوية. ده اللي مخلي ميسي متفوق في الدوري الاسباني؟ لا ميسي برضه لو يعني ميسي لو راح الدوري الانجليزي هيبقى جامد برضه؟ انا بسالك سؤال انا مذيع. اكيد البريس هيكون عليه اكبر، لسه هيكون عليه بشكل اكبر، بس اعتقد ان هو برضه هيعمل نفس اللي بيعمله في الدوري الاسباني. يعني اولمبياد طوكيو مبسوط انها اتاجلت سنه؟ ممكن تكون في صالحنا دي. ممكن ده اكيد. اكيد في صالحك، شايف ان فرصه كويسه. ها ان شاء الله يعني الواحد يسعى ويشتغل، واكيد ربنا ما يضيعش تعب حد. يعني اتمنى ان انا اكون موجود. احمد يعني. خالد متوصي بيك قوي، فانا مش يعني على قد ما اقدر مش عايز اسنقك، بس انا عايز اعرف رايك في موضوع رمضان صبحي. يعني بما ان انتوا عمركم من عمر بعض، رمضان اكبر منك بسنتين، رمضان اختار انه ينتقل من الاهلي للبيراميدز، وهو حر طبعا ورغبه شخصيه وليه مطلق الحريه فيها، لكن انا عايز اعرف رايك. يعني رايك بما انك دلوقتي قاعد بتكلم عليك ان انت لاعب، بس في نفس الوقت لازم تقول رايك. رايك ايه؟ يعني شفت الموضوع ازاي؟ يعني حسبته ازاي؟ من غير ما نتكلم على رمضان ولا نجيب سيرته ولا اي حاجه، بتكلم بشكل عام من بره، لمست عليه من بره. هو في البدايه انا ما اقدرش الومه. لا انا مش لا 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 انا مش بقول لك، قول لي رايك. يعني رأيك شايف ان كان رمضان انتقاله للبيراميدز هو كان حابب كده او بيفكر بشكل معين، ولا الاحتراف، او هو فكر ازاي؟ انت لو مكانه هتفكر ازاي؟ لا انا مش هحسبها زي ما هو فكر، انا هكمل في النادي الاهلي، لو قدامي هكمل في النادي الاهلي. ممكن هو يكون فكر في بخطه تانية او حاجه تانية، دي حاجه اكيد ترجع له. ما اقدرش حد يقول له انت بتعمل ايه او بتسوي. طبعا كل واحد ليه حريه يختار اللي هو عاوزه، لكن انا لو مكانه هكون موجود في النادي الاهلي طبعا. يعني شايف ان رمضان يعني شايف ان هو تعب الفتره الاخيره، فعايز يعني يستريح شويه وياخد مقابل مادي كويس يريحه الفتره اللي جايه، الفتره الجايه يريحه طول عمره. اكيد طبعا ممكن. قال لك الفتره اللي جايه ممكن ده اكيد. هو طبعا لا حول ولا قوه الا بالله، الفلوس هي مش كل حاجه، بس برضه يعني ممكن في ناس بتحسبها بالفلوس وده من حقها، يعني مش عيب. انا طبعا اللاعب محترف ولازم اشتغل وبدور على الفلوس، يعني اي حد بيحسبها كده طبعا. يعني شايف ان بيراميدز في الدوري المصري بقى غير المعادله شويه؟ اضاف للدوري المصري بيراميدز. شايف ان اللعيبه دلوقتي بقى اهلي وزمالك وبيراميدز؟ أيوة. بعد ما كان اهلي وزمالك. ايوه نتمنى يكون في زياده كمان، انا نفسي الدوري يكون فيه منافسه اقوى من كده كمان. طيب اللعيبه الاماراتيين الكواليتي بتاعتهم شايف ان هو في تطور وفي تحسن؟ تطور كبير جدا. في لعيبه جت بعد اسماعيل مطر جدا، في عموري طبعا. عموري في لعيب جه بعد عموري طبعا، عموري، لكن الاصابه الاخيره الرباط الصليب اللي جات له، بس انا اعتقد ان حاجه غريبه لعمرو ان هو يروح الهلال اعاره. اعتقد ان الموضوع كان غريب بالنسبه للاماراتيين، ولا بالنسبه له كانت تجربه جديده؟ هناك في لعيبه بيجي لها عروض من اوروبا بس بيرفضوا عشان نفس الفلوس. عشان مقابل نفس الفلوس. لا صح، مش نفس الفلوس. يعني طب قول لي اشرح لي، يعني هم في الامارات بياخد اعلى؟ طب ما انا ده بتكلم عشان الفلوس. ما هو في الامارات واحد بيجي له دلوقتي عرض في الدوري الانجليزي ياخد في السنه مثلا 4 مليون استرليني، في الامارات بياخد 8. ممكن انا امشي ليه اروح؟ يعني امشي ليه اروح انجلترا؟ هم ما بيحبوش ان هم يبعدوا عن بلدهم كمان، ما بيحبوش ان هم يبعدوا عن بلدهم، يعني بحكم معاشرتي ليهم ليا اصحابي هناك كتير، بيقولوا لي انا مش حابب ان انا اسيب الامارات، يعني ممكن يجي لي مبالغ اعلى وكده، بس انا مش حابب ان انا اسيب الامارات يعني. طيب هل انت شايف ان الملاعب والاجواء اللي موجوده في الامارات مش ممكن تغريك شويه انك ترجع تاني ما تفكرش في الدوري المصري؟ هي كل حاجه شفنا في الفيديوهات عمرو، من فيديوهاتك اللي احنا شفناها الملاعب بسم الله ما شاء الله. أيوة. بساط سجاد، كل حاجه هناك مغريه. كل حاجه هناك مغريه، كل حاجة كويسة، مفيش حاجة وحشة. أنت بالنسبة لك دي حاجة ممكن تفكر فيها شوية ولا؟ لا عادي والله، ما زي ما قلت لحضرتك أنا يعني ما بتغرينيش الحاجات ديت والله، اللي هو الواحد الفكرة بس إن هو يكون متشاف ويلعب ويشارك، دي أهم حاجة أعتقد، ده السبب المتوفر ليا دلوقتي يعني.
طيب اللعيبه المصريه دلوقتي عندنا اللعيبه المصريه كتير قوي سافروا بره مصر منهم القليل اللي نجح. انا سافرت بره مصر وما كملتش تمام عشان بس ايه ما حدش يقول حاجه. ايه الاسباب اللي بتخلي اللاعب المصري يتاقلم وايه اللي ايه الاسباب اللي بتخلي اللاعب مش بيتاقلم وبيرجع مصر وبيقول لك لا انا افضل في بلدي هنا يا عم زي الفل نجم النجوم يا كابتن فلان اتفضل يا كابتن اشرب كوبايه شاي زي الفل وعاش حياته ما عندوش مشكله. اعتقد اول حاجه العقليه الاحترافيه اهم حاجه لازم تكون متوفره. يا جامد. تاني حاجه الالتزام. العقليه الاحترافيه انت حافظ انت عارف شكلك جاي مذاكر كويس قوي. لا فاهم كويس. طيب العقليه الاحترافيه شايف ان اللاعب المصري ازاي غيرها؟ ان هو يبقى لاعب محترف ان هو ما يفرقش معاه السفر والغربه والحاجات دي كلها. شايف ان هو ازاي يغيرها؟ يفكر انت لما بتكون بره التاقلم الواحد يتاقلم انت عشان معاك اهلك بره بره بالنسبه لك الموضوع سهل صح؟ لا صعب. صعب انا بقول لحضرتك انا سايبهم وجاي مصر انا لازم انزل مصر يعني. طب انت دلوقتي اللاعب دلوقتي لما بيسافر باسرته بره مصر بيحترف ده اصعب ده سهل ولا لا ده بيسهل عليه؟ لما يكون اهله بعيد عنه طبعا ده اصعب. لا اسهل ان هو يكون يعني لما يكون اهلي معايا اسهل ان انا اكون اهلي طبعا بعيد عنه. لكن لو اهلي بعيد يعني انا برضه سافرت قعدت في مصر 3 سنين لوحدي وانا في الاهلي كنت قاعد لوحدي ما كانش معايا. انت في مصر بس برضه لوحدي كفايه ان انا والدتي ووالدي ما اشوفهمش دي حاجه برضه بالدنيا طبعا. يا عم بس انت في مصر بس تتكلم لغتك وناس عاداتك وتقاليدك فاعتقد هو لازم تاقلم ولازم التزام ولازم تغيير من الفكره تماما يعني هناك البيئه مختلفه تماما الواحد بيواجه صعوبه هناك في دول اوروبا عامه يعني فلازم الواحد يتاقلم مع الامور دي للي عاوز ينجح. اللي عاوز ينجح. طب وانت تتكلم تقول ايه للعيبه المصريه اللي عايزه تخوض تجربه الاحتراف في الامارات او عايزه تخوض التجربه في الدوريات العالميه ازاي ينجح؟ ما انت اكيد مثال دلوقتي انت واحد مواليد 99 فانت بتتكلم على اللعيبه اللي قدك واللعيبه اللي مواليد 97 واللعيبه اللي اصغر منك وبالتالي عندهم مستقبل كبير تنصحهم تقول لهم ايه علشان يستمروا ويسافروا ويقدموا بالشكل اللي احنا مستنيينهم منه؟ اول حاجه السعي طبعا السعي والاجتهاد ولازم يكون الواحد عنده صبر وعنده طاقه وعنده تحمل ان هو يقدر يسعى ويفكر بفكر احترافي زي ما قلت لحضرتك فاعتقد ده اهم حاجه تكون متوفره طبعا للواحد ان هو يقدر يحترف بره. شفت فقره الصندوق الاسود مع كابتن احمد جعفر ولا لا؟ شكل احمد متوصل بيه خالص. عايز تعملها نلعب الصندوق الاسود؟ نلعب الصندوق الاسود. طب طلع من جنبك صندوق علي بابا وال 40 حرامي وافتحه طلع كده اول سر من اسرار الكابتن عم. مش مشكله عادي فداك 1000 ترابيزه. قول لي رقمه كام؟ رقم 2. رقم 2 يا شباب. تقرا لي ولا اقرا انا؟ عادي. تقرا ولا اقرا؟ هقرا انا عادي. طب اقرا لي. نجوت من الموت في معسكر الشارع في غرفة البخار. عملت ايه؟ لا خليها بره خليها بره بره خليها بره. كان كنت فلسطين. وقفلوا عليه من بره اللعيبه. كنت هتموت. كنت هموت. وعملت ايه عشان تخرج؟ ما انا فضلت اخبط ان هو شافوني من جوه اصلا ما كانش فيه رؤيه خالص. حاولتش تكسر الباب؟ لا طبعا. بس انا اللي هم شافوني طبعا ايه ده لو مكانك مش هكسر هكسر لا انا ما كانش الواحد ما كانش قادر اصلا ان هو يقوم يكسر صح نفسك بيكون ضايع خالص ففضلت اخبط جامد لحد ما فتحوا هناك كان كل واحد لازم يجي جديد لازم يعملوا فيه كده يعني كانوا بيهزروا معاك مع اي حد جديد كده اوكي اوكي طيب خلاص ماشي نروح السر التاني دول هزارهم تقيل لا انت ارجع مصر يا عم احسن انت ارجع مصر احسن رقم كام رقم واحد اقرا لي مكالمه من والدك وراء توقيعك للاهلي قبل الانتقال للامارات اي والدك كلمك قال لك تمضي انا كنت رايح هناك كنت قلت خلاص مش همضي ويعني رايح ان انا اقعد معاهم في الناس في النادي الاهلي وقلت خلاص هسافر ومش هكمل في النادي فكابتن زيزو كلم والدي قال له عايزين اعمل والدي قال لي خلاص خليه يمضي على طول هو اصلا قال لي هناك ما تروحش تمضي على حاجه جدع. اول ما تسمع كلام ابوك يبقى جدع والدي اسماعيلاوي زملكاوي مش مشكله تسمع كلامه برضه حتى لو ايه تسمع كلامه شاطر طيب روح للسر الاخير اللي موجود معانا انت شكلك الورقه طلعتها ولا هي لا ورقه طيب رقم هي لا هي مختلفه طيب شفت رقم كام دي؟ رقم 3 اقرا لي السر الاخير لعبت مباراه مع الاهلي امام النصر رغم الاصابه واتالقت ها؟ لكن عندي كسر في صدري قول لي تاني عشان ما سمعتش قول لي تاني عشان كانوا بيكلموني فعايز اعرف السر لعبت مباراه مع الاهلي امام النصر رغم الاصابه واتالقت طيب كان عندي كسر في صدري في رجلي ما كنتش قادر اتحرك منه تماما فكنت قلت خلاص مش هلعب الماتش وجه الكابتن ياسر رجب ساعتها كان ماسكني قال لي خلاص خليك موجود ولو في اي حاجه انزل يعني فكنا النصر كنا احنا كاسبين 1-0 بس النصر كان ضاغط شويه ولو كنا تعادلنا او خسرنا ما كناش هنصعد للقطاعات فكابتن ياسر قال لي قوم سخن انا قلت نزلت سخنت عرفت الماتش الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ربنا يحميك يا عمرو ويحفظك كده يا رب ومن نجاح لنجاح يعني شخصيه مواليد 99 لكن شخصيه وعندك كاريزما بتتكلم كويس ودي حاجه مهمه جدا للاعب كره القدم يعني علشان تكون حضراتكم عارفين فانا بشكرك عمرو شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق